فجأة لمع البرق وأرعدت السماء وبدأ المطر بالهطل. بدأ الطفل الصغير بالبكاء بينما أسرعت الأم إلى الشرفة لتجمع الثياب عن حبل الغسيل، وأسرع الأب كي يغلق النوافذ بإحكام. دعونا نحاول تحليل ما حصل. يمثل البرق والرعد والمطر المنبهة أو المثير القادمة من العالم الخارجي. هذا المثير الخارجي تستقبله حواسنا، نرى البرق ونسمع صوت الرعد، نرى المطر ونسمع صوته. إنها عملية الإحساس، والمقصود بها استقبال مثيرات العالم الخارجي عبر حواسنا الخمسة. وتحدث عملية الإحساس عندما تنتقل المثيرات عبر السيالة العصبية الحسية إلى الدماغ، ثم يسجل المخ الإشارات كإحساس، ثم يحدث الانتباه ثم الإدراك. الطفل الصغير اقتصر على الإحساس والانتباه، فهو لا يدرك ماهية البرق أو الرعد، ولا يدرك معنى المطر والنتائج المترتبة على هطله. أما الأم والأب أدركا ذلك. حالة الطفل هي الإحساس، أما حالة الأب والأم تسمى بعملية الإدراك. فما المقصود بالإدراك؟ إنه العملية العقلية التي يتعرف من خلالها الإنسان على العالم الخارجي والداخلي، ويفهم من خلالها حقيقة الأشياء عن طريق تنظيم المثيرات الحسية وتفسير معناها. والسؤال هنا، هل ترتبط عملية الإدراك بعمليات معرفية وعوامل أخرى؟ أجل، تتداخل في عملية الإدراك عوامل عديدة كالذاكرة والتخيل. فإن لم تتذكر وتتخيل صورة المثلث والمربع والمستطيل والدائرة، لن تستطيع فهم المقصود من التركيب اللغوي الأشكال الهندسية. كما تتصل عملية الإدراك بنسبة ذكاء الفرد، فكلما كانت نسبة الذكاء أكبر كانت عملية الإدراك أسرع وأعمق. وكذلك يؤثر امتلاك الفرد للخبرات السابقة في إدراكه لأي مثير جديد. ويعطي الفرد من خلال الإدراك معنى للمثيرات الصادرة عن الموضوعات المحيطة به، كما يفسر الإحساسات التي تنقلها الأجهزة الحسية المختلفة من أجل الوصول للمعرفة ومساعدة الإنسان على التكيف. فسماعك لصوت وإدراكك أنه لسيارة قادمة بسرعة سيجعلك تتكيف وتصدر سلوكا ملائما. إن الأشياء التي يتألف منها العالم المحيط بنا تنتظم وفق عدة قوانين، وتسمى بقوانين تنظيم المجال الإدراكي، وتصنف ضمن العوامل الموضوعية. القانون الأول هو الشكل والأرضية. فسرب الطيور الذي يحلق عاليا يمثل الشكل، والسماء الزرقاء تمثل الأرضية، ووجهك في الصورة الشخصية يمثل الشكل، واللون المحيط هو الأرضية. ويمكن أن نميز في عملية الإدراك بين مثيرين، الأول أكثر بروزا وهو الشكل، والثاني أقل بروزا ويسمى الأرضية. ولكن ماذا يحدث إذا تشابه الشكل مع الأرضية؟ لنفترض أن أحدهم كتب بقلم رصاص على ورقة بيضاء، وآخر كتب بقلم أحمر على الورقة البيضاء ذاتها. من يكون واضحا أكثر؟ الرصاصي مع الأبيض أم الأحمر مع الأبيض؟ بالتأكيد الأحمر مع الأبيض يبدو واضحا أكثر وإدراكه أسهل، لذا نجد المدرسين يصححون بالأقلام الحمراء. إذن في حال كان الشكل والأرضية على درجة واحدة من التشابه، يحدث نتيجة لذلك غموض إدراكي. أما إذا اختلف الشكل عن الأرضية أصبحت عملية الإدراك سهلة وواضحة. أما القانون الثاني وهو قانون الصيغة الكلية، والمقصود به أن إدراك الصيغة الكلية لأي موضوع تسبق إدراك أجزائه وتفاصيله. فعندما يدخل المرء إلى قاعة فنية يدركها ككل، ثم ينتبه إلى تفاصيل اللوحات ونقوش الجدران.
والمقطوعة الموسيقية ندركها ككل، مع أنها مؤلفة من عدة ألحان لآلات مختلفة. تسير عملية الإدراك إذن من الكل إلى الجزء. أما القانون الثالث فهو السياق، ويعني أننا ندرك المثير الحسي وفقا للسياق الذي يوجد فيه، أي من خلال المثيرات التي تسبقه وتلحقه. فالمثير الأوسط في الصيغة الموجودة في هذا الشكل يمكن إدراكه على أنه الرقم 13 إذا نظر إليه أفقيا، ويمكن إدراكه على أنه حرف B إذا نظر إليه عموديا. أما القانون الرابع فهو قانون الإغلاق، ويعني أن الشخص يميل في إدراكه للمثيرات إلى إكمال ما هو ناقص بعد سد الثغرات، بحيث يصبح لها معنى ودلالة، فنحن ندرك الأشكال الهندسية على أنها كاملة على الرغم من وجود نقص فيها. القانون الخامس هو ثبات الإدراك، ونعني به أننا ندرك الأشياء وأشكالها وألوانها بصورة ثابتة رغم بعدها عن عضو الحاسة الذي نستخدمه. فعندما تركب الطائرة فإنك ترى المنازل وكأنها علب كبريت، وبالرغم من ذلك فإنك تدركها بحجمها الطبيعي. أما القانون الأخير فهو قانون التشابه، والمقصود به أن العناصر المتماثلة تميل إلى التجمع مع بعضها في وحدات، ويسهل تعلمها أكثر من المختلفة. فالسيارات المتشابهة من حيث اللون والحجم والشكل في المعرض تدركها مع بعضها. إذن قوانين الإدراك هي 6 قوانين: الشكل والأرضية والصيغة الكلية والسياق والإغلاق وثبات الإدراك والتشابه. وهناك عدة عوامل تؤثر في إدراكنا للأشياء والمثيرات، منها ما هو ذاتي ومنها ما هو موضوعي. والمقصود بالعوامل الذاتية العوامل التي ترجع إلى شخصية الفرد المدرك وتجعله يدرك الموضوعات متأثرا بما لديه من دوافع واتجاهات واهتمامات وخبرات. فالشخص الخائف يدرك الأشياء وفقا لشعوره بالخوف. وتجدر الإشارة إلى أن العوامل الذاتية هي سبب الاختلاف بين الأفراد، كما تجعل إدراك الموضوع ذاته يختلف من فرد لآخر. العامل الذاتي الأول المؤثر في الإدراك هو الخبرة والمعرفة السابقة، فالشخص العادي لا يدرك في صورة الأشعة ما يدركه الطبيب، لأن الفرد يفسر ما يدركه في ضوء ما سبق له معرفته. ويعني هذا أن الناس يختلفون في إدراك الشيء الواحد لما بينهم من فوارق في الخبرة. أما العامل الذاتي الثاني فهو الحالة الانفعالية والمزاجية، والمقصود بها أن حالات التوتر والقلق والغضب والحزن تؤثر في تفسير الفرد للمثيرات الحسية وإدراكه لها. أما العامل الذاتي الثالث فهو العاطفة والميول والاهتمامات، أي أن عواطف الفرد وميوله واهتماماته لها أثر عميق في تشويه ما يدركه، لأنها تحصر تفسيره للمثيرات الحسية في اتجاه معين يفضله أو يحبه. وتعد الصحة النفسية من العوامل الذاتية المؤثرة في الإدراك، إذ أن الشخص المتوازن نفسيا يكون موضوعيا وواقعيا في إدراكه للأشياء، أما الشخص الذي يعاني من أمراض نفسية أو عقلية قد يدرك أشياء لا وجود لها في الواقع، كأن يسمع أصواتا لا يسمعها غيره. والسؤال هنا، هل يمكن أن ندرك الأشياء خلافا لحقيقتها الموضوعية؟ نعم، يمكن أن يحدث ما يدعى بالخطأ الإدراكي، ومن هذه الأخطاء الخداع البصري، فالعصا في الماء تبدو وكأنها مكسورة، والسراب الذي يجعل الشخص يرى الرمال كالماء. ومن أخطاء الإدراك أيضا الخداع الحركي، والمقصود به إدراك حركة لا وجود فعلي لها كالحركة في بعض الصور وكآلية عمل الرسوم المتحركة.
وهناك عدة أمراض قد تصيب الإنسان وتؤثر في إدراكه للأشياء، نذكر منها: أولا الهلاوس، وهي اضطرابات سلوكية يدرك فيها الشخص مثيرات لا وجود لها في عالم الواقع، وقد تكون هذه الهلاوس بصرية أو سمعية أو غير ذلك. ثانيا العمى، وهو فقدان القدرة على التعرف على الأشياء أو الأشخاص أو الأصوات أو الأشكال أو الروائح، ويرتبط عادة بإصابات الدماغ أو أمراض عصبية، وهو يؤثر على حاسة واحدة كالرؤية أو السمع. ثالثا احتباس الإدراك، وهو نوع من الاحتباس المؤقت يحدث نتيجة إصابة في آلية الإدراك، فلا يفهم المريض معنى الكلمات محكية كانت أو مكتوبة مع أنه يعرفها. مثال: أحيانا نعجز عن كتابة كلمة بسيطة جدا ولكن لفترة. وختاما يمكن القول إن العمليات المعرفية هي عمليات متكاملة، فإذا كان الإحساس هو العملية التي تتعامل مع المثيرات في صورتها الأولية، وإذا كان الانتباه هو العملية المعرفية التي تتولى الانتقاء بين المثيرات التي تقع أمام حواس الإنسان، فالإدراك هو العملية المعرفية التي تعطي معنى ودلالة للمثيرات التي يتم الإحساس بها والانتباه إليها. إذن أن ندرك معنى المثيرات معناه أن نفهمها بوضوح تام، أن نفسر مدلولاتها كمقدمة لا بد منها لإصدار الاستجابة والسلوك المناسب.